ندعوكم للانضمام إلى قناة وصفة سحرية بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات بمجرد وضعها في القناة. ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم صديقاتي في قناتكم وصفة سحرية للوصفات الطبيعية والجمالية والصحية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة سحرية أخرى هي عن الأظافر، كيفية تطويل الأظافر بسرعة. سأتشارك معكم فكرة رائعة جدا وفعالة جربتها بنفسي، أعطتني نتائج مدهشة في تطويل أظافري. أصبحت جد قوية وطويلة في مدة قصيرة جدا، في 5 أيام فقط. نعم، في 5 أيام اندهشت أنا بنفسي من النتيجة. عادة تكون أظافري كما لاحظتم في الفيديوهات التي أقوم بتصويرها، إذا لاحظتم أظافري تكون تقريبا ليست بهذا الطول. لاحظوا معي الطول الذي حصلت عليه بعدما استعملت هذه الوصفة التي سأتشاركها معكم الآن. ما سوف نحتاجه طبعا هو مواد طبيعية جدا وتوجد في كل مطبخ، هذا هو الأساس. طبعا أقوم دائما بإعطاء وصفات تكون في متناول الجميع. سوف نحتاج إلى زيت الزيتون، ونحتاج إلى الثوم، ونحتاج إلى ورق الألمنيوم. نعم، ورق الألمنيوم، لأننا سوف نقوم بتغليف الأظافر بعد وضع هذه الوصفة. أولا سوف نقوم ببشر الثوم أو بهرس الثوم. سوف نضيفه حوالي فصين من الثوم إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. كما رأيتم قمنا بقص الورق الألمنيوم. طبعا ستحتاجون إلى ورق الألمنيوم ضروري هذه العملية، لا يجب وضع هذه الوصفة وحدها هكذا، ولكن مع الألمنيوم سوف تحصلون على نتائج رائعة جدا في تطويل الأظافر وتقويتها في مدة أقل وأسرع. طبعا الثوم هو معروف مع زيت الزيتون أنه يقوي الأظافر يطولها، ولكن إذا أضفتم هذه العملية أي ورق الألمنيوم صدقوني أن النتائج رائعة جدا في فترة وجيزة. طبعا طريقة الاستعمال، تقومون بوضع تأخذون القليل من زيت الزيتون مع الثوم، وتقومون بفرك الأظافر جيدا. طبعا الثوم هو يعمل كمطهر رائع ضد الجراثيم البكتيريا، يعالج الالتهابات ويحفز نمو الأظافر بسرعة كما نعرف كلنا. سوف نأخذ بهذه الطريقة، سوف نأخذ كما لاحظتم ورقة من الألمنيوم ونقوم بتغليف الأظافر بها بهذه الطريقة كما تلاحظون.
أريد فقط أن أخبركم أمر، أن هذا الأسبوع، لا هذا الظفر عفوا، لم أضع له هذه العملية. انظروا كيف بدأ. طبعا أنا قمت بقصه، هو كان أطول قليلا وقد تقصف بسرعة لأني لم أضع عليه الخلطة أبدا أبدا، وضعت الخلطة فقط على الأصابع الأخرى، ولكن هذا الظفر لم أضع عليه، فانظروا كيف أصبح قصيرا، يعني أنه لم يتغذى ولم يكتسب جيدا هذه الخلطة. طبعا كما قلت الألمنيوم ضروري، يجب عليكم أن تقوموا بهذه العملية، أن تجربوا هذه الوصفة وتتركون طبعا أظافركم مغلفة بالألمنيوم مع الوصفة مدة 30 دقيقة. تقومون بهذه العملية كل يوم مدة أسبوع وسوف تلاحظون أظافركم كيف أصبحت. صدقوني وصفة رائعة جدا جدا، لو أني لم أجربها بنفسي ورأيتم طول أظافري كيف أصبحوا، بالفعل رائعة جدا هذه الوصفة. أيضا هي تحمي من التقصف، هذا هو الأساس، الأظافر مهما طالت ومهما أصبحت طويلة فهي لا تتقصف أبدا. هذه الوصفة تشاركتها معكن لأنكن كنتن كثيرات طلبتموني في إعطائكم وصفة لتطويل الأظافر، وهذه هي الوصفة، أتمنى أن تجربوها. وهذه الوصفة هي سر من أسرار الاعتناء بأظافري، أردت أن أتشاركها معكم لتعم الفائدة، أتمنى أنتم أيضا أن تشاركوها بدوركم مع صديقاتكم. انشروا الفيديو عبر الفيسبوك عبر الواتساب، وكذلك لا تنسوا لايك لتشجيع القناة على إعطاء المزيد. وإلى اللقاء في فيديو لاحق بإذن الله.